صباحكم الله بالخير، والله يعطيكم العافية. علي ايش عندك؟ من فورد لفورد، من فورد لفورد، خلصنا من الشلبي الجي تي 500 اللي ما شافه، خلينا نحط لكم اياه هني، اضغط على الرابط وشوفه. اليوم ويانا الاف 150 الرابتر الجن 3 الجديد، هذا موديل 2021. في تغييرات وايد صارت ما بينه وبين الجيل الثاني اللي قبله. اول تغيير عندك يا طويل العمر انه صار من قدام شكله كله مختلف. السيجنتشر لايتس هذيلة اللي قبل كنتم متعودين عليهم كانوا أصغر، كانوا كأنهم دوتس أو مربعات صغار. قامت فورد وخلتها بشكل شوي عتر شوي أكثر، وعطتها طابع شوي ظهوري أكثر بالشارع، فخلتهم أعرض. ثاني شغلة عندك الليتات الأمامية، طبعاً ما لدي أقول لكم أنها كلها ليدي، وصار شكلها بالنسبة لي أنا صراحة أفخم وأعنف شوي من الجيل اللي قبله. عندك هني كتبة رابتر داخل الليتات، لمسة وايد حلوة. طبعا الليتات LED متحركة، بحيث انك اذا لفيت السكان تلف وياك الليتات او ترتفع وتنزل عشان تعطيك الانارة بالاتجاه اللي انت فيه بالضبط. وعندك هني هم ليتات نفس اللي فوق اللي قدام الامبر، هذه البرتقالية، وهذه ما حطوها عبث شركة فورد على الرابتر. الرابتر لانه وايد عريض وهو اعرض من الاف 150 بتقريبا 6 انش كعرض، فلازم يحطوا لك هذه عشان يبين لك عرض السيارة بالشارع. عندك بعد شركة فورد قالت انه اغلب اللي ياخذون فورد رابتر الاف 150 بالجيل اللي قبله كانوا يروحون حق شركات مثل شركة ريجد ويحطوا لك كشافات يركبون. قامت سوت شراكة مع شركة ريجد حق الانارة والكشافات هذه، وقامت حطتهم من الوكالة عليها. عندك كشاف يشتغل مع الليتات عندك، وعندك الكشاف الثاني بالأوكسيلري سويتشز اللي راح أوريكم إياهم داخل بالسيارة. هذيلة يعتبرون واحد منهم حق الأون رود يوز والثاني حق الأوف رود يوز، فهذه لمسة جدا جميلة. طبعا عندك أيضا من تحت صاجة حماية، طحت ما عليه، صاجة حماية من الحديد متل، يعني صج تحمي السيارة من تحت، مو بلاستيك ولا شيء مقوى. عندك طبعا السناسر الاماميه، وعندك كاميرا اماميه معاها رشاش صغير عشان اذا توسخت بالطين بالثلج بالمطر تقدر ترش وتنظف لك العدسه. اذا جينا على الجنب هني راح نلاحظ انه اللي ويانا اليوم مو الرابتر العادي، اللي ويانا ال 37 performance package. شنو يعني 37 performance package؟ يعني توايره 37 قياس حقيقي، 37 على 12.5 على رينج 17 من بي اف جي اللي هو بي اف كودريتش اول ترين كي او 2. التواير هذه معروفه، تواير الباها تشامبيون، شغله وايد حلوه. تقدر تاخذ الرابتر هذا بال 35 انش تاير، او تقدر تاخذه بال 37 اللي هو عندنا اياه اليوم، 37 انش تاير. شغله اضافيه بعد، تم تعديل معاونات او سسبنشن الفوكس اللي عليه اللايف اكت سسبنشن فوكس اللي عليها السياره كلها، بحيث انها صارت متطوره اكثر. كمبيوترها يدرس بسرعه شنو الترين او شنو المناطق او الطرق الوعره اللي انت فيها، ويتحكم فيها من نعومه وخشونه وبناء على المودات اللي عندكم، راح اوريكم اياها داخل بعد شوي. عندك هنا لما تشوف هذه الفتحه، هذه مو شكل، هذه فتحه حقيقيه، بحيث انه لما يدخل الهواء من الشبك الامامي يطلع عندك من هني عشان يبرد السيارة شوية، لأن السيارة ما شاء الله طبعاً 6 سلندر توين تيربو إيكو بوست، تولد 450 حصان و 510 رطل من العزم. الماكينة هذه تعتبر اعتمادية جداً قوية، نشاطها وايد حلو، ميتد مع غير العشرة غيار، فما عندك مشكلة في أي سرعة، أنت من دوس له على طول يعطيك الغيار اللي أنت تبيه ويطرد ما شاء الله. يعني هذا الوانيت مسوينه حق الطردي على قولتنا، طردي بالبر، مو حق قلص وحق يعني هيفي ديوتي، لا، حق اون رود واوف رود يوز، وخصوصا السرعات العاليه في البر. هني طبعا مثل الكاميرا الاماميه عندك كاميرا على الجوانب وعندك كاميرا خلفيه. السياره هذه مجهزه بكاميرات 360 كامله عشان تعطيك محيط السياره بالكامل تشوفه، اوريكم اياها بعد شوي بالشاشه. كلر ماتشنج المرايه مع اليدات، انا ما حبيت يعني السيارات اللي تكون بلون مثلا الازرق هذا، ما احب ان تكون المرايه كلها سوداء، اليدات كلها سوداء، احس ان كأنها ناقصها شيء. بس لما يسوون كلر ماتشنج حق المرايه واليدات
تنخلط مع لون السيارة مرة واحدة تعطيك شكل جمالي من من الخارج. دواسات الرابتر معروفة مثل ما انتم شايفين، هذه كانت موجودة ولا زالت موجودة، وايد ريجيد وايد قوية للأمانة، تعطيك سهولة بالصعود او الخروج من السيارة. شكل حافظوا عليه فورد نفس النزلة هذه، من الشكل الجانبي نفس الـ F-150 العادي ما في اي اختلاف. نيجي هنا من ورا لو تلاحظون المدقرش عرضه من ورا، يعني الرابتر كله عريض معرضينه وايد عشان يقدرون يحطون فيه السسبنشن اللي عليه والتواير الكبيره هذه بدون ما على قولتهم بوك اوت، لا تطلع برا السياره يصير شكلها مو حلو. الديكالز هذه الاستيكر اللي عليها هني تلاحظون 37، وفي خريطه خفيفه لو تلاحظون عليها وهذه نقاط. هذه انا ما ادري للامانه، يعني ما ادري شنو المغزى من وراها هذه، لكن اللي عرفته واذا كنت غلطان صححوا لي تحت بالكومنتات، اذا ماني غلطان هذه خريطه الباها 1000 اللي يجربون فيها الرابتر، وكنا جربوا فيها التي ار اكس بعد. فحاطين لك اياها بشكل ستيكر، وبالمقابل الصخر الطين اللي طق السياره طق الوانيت من هنا بدل يزلق المداقر الخلفيه اللي جايك من التاير الامامي يطق على الاستيكر هذا بحيث انه يحافظ لك على المدقر نفسه مال السياره. لما نرجع هنا لورا راح تلاحظ انه حتى الليتات الخلفيه تغيرت شوي. الفورد لوجو اللي هني كله، في فئات تقدر تلغي هذه الفورد لوجو كلها تخليها بس هني رابتر وعلامه فورد صغيره، بس انا افضل هذه للامانه وايد احلى. عندك ايضا هني ستيكر 37 عشان يبين لك انه الرابتر اللي وياك 37 مو 35 العادي. طبعا عليه هوكات للقلص وبابه الالكتروني بالكامل، صعود ونزول. هذا سويتشه، السويتش وايد حلو للامانه، يعني شوفه مكتوب عليه رابتر، وفي الدقم هذه نضغط دقمتين ينزل لك الباب اوتوماتيكيا. الباب من اكثر الاشياء عمليه بالسياره بعد. يمكن احنا انا اشوف احنا بالخليج او كعرب يمكن ما نستخدمه وايد، بس بامريكا وايد يستخدمون هذه السيارات او هذا الوانيت، يستخدمونه حق شغلهم كمقاولات كنجاره كايا كان. فلو تلاحظ هني عندك هذه المسطره حق القياس، وعندك هني كلامس، هذه شغلات اللي تحط عليها القضبات، الكلامس مالت مثلا لوح خشب تبي تقصه او شيء تبته هني وتبته هني. طبعا هذه موجوده من زمان كلكم تعرفونها، الدري عشان يصعدك فوق مع العصايه مالته، تصعد وتنزل بكل سهوله ما عندك اي مشكله. نزلها، هذه ضغطه، هذه الضغطه الثانيه، سكر وياك. بعدين لا ترفع كذي مره ثانيه بالسويتش، دقمتين يصعد. الاكزوزين اللي ورا وايد ناس من بدهم انا ما حبيت صوت الاكزوز بالست سلندر. الجيل اللي قبله نفس الماكينه نفس الجير نفس القوه والعزم تقريبا، بس صوت الاكزوز ما كان حلو يا جماعه. انا يعني ما فضلته، صوت ست سلندر مو حلو. وفي ناس يركبون اكزوزات عليه يطلع اهم صوته بعد مو حلو اكثر زياده بعد للامانه، فاكون صريح وياكم. لكن بعد البحث الطويل تبين انه في هندسه معينه وتصميم معين للاكزوز مال الرابتر ال 2021 اللي ويانا اليوم، صار صوته شوي اضخم، ما وصل حق مستوى صوت الثمانيه سلندر، بس صار صوته شوي اضخم وصار في جراول معين، واذا خليته على الكوايت يختفي صوت، ينقمت ما في نهائيا، يعني يا دوب تسمع صوت اكزوز، واذا خليته على السبورت او الباها مود يفتح وياك الفالف ويعطيك صوت اللي راح نسمعكم اياه الحين. خلني من داخل وخلنا اوريكم شغله انا بالنسبه لي غلطوا فيها شركه فورد. لما تاخذ 37 performance package اوتوماتيكلي تاخذ الداخليه هذه وياها، ما تقدر تغيرها. الداخليه هذه انا اشوفها حلوه، بس في ناس ما يفضلون هذا اللون الازرق اللي انتم قاعد تشوفونه او الكحلي نوعا ما، كحلي فاتح تقريبا. تاخذ 37 2021 تاخذ اياها الداخليه، مالك حل ثاني. شركة فورد اتوقع انها تعلمت من غلطتها وقالت في 2022 راح ينزل 37 performance package
داخليتين، لك الخيار انك تختار هذا الازرق اذا عاجبك، واذا مو عاجبك تختار الداخليه السوداء اللي احنا متعودين عليها. من داخل شغله من الشغلات اللي انا ما حبيتها بالجن 2 اللي قبله، داخليته كانت سيئه وسعره وايد مبالغ فيه، ويعني اذا بقطع المبلغ هذا ليش اخذ داخليه كذي. اليوم اللي معانا 2021 الجن 3 داخليته تحسنت وايد 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 بمراحل مو شويه. لو تلاحظون الباب التاتشز اللي فيه اللمسات في من الستيتشنج البرتغالي او البرتغالي على احمر صاير، ترى يمكن فيني عمل وانا شويه اخربط الالوان سامحوني. في عندك التكستر هذا اللي صاير تقريبا كنا كاربون فايبر، بعدين عندك جلد، بعدين عندك البرش الالومنيوم، يعني مدخلين لك كذا تكستر بالباب، بس بالباب مدخلين لك كذا تكستر. هذا يعني لمسه وايد حلوه وصار وايد حلو من داخل بصراحه. سماعات اللي عليه سماعات بانجز اند اولسن، في عندك تحكم بالمرايات الجانبيه والدرايش كله اوتوماتيك، وعندك تحكم كهربائي في كشنات السائق والراكب. كشن السائق فيه ثلاث مواقع للحفظ 3 سيتنجز حق مقعد السائق نفسه. عندك هني دقم ما شاء الله وايد، راح اتكلم عن اهمها مو بشكل مفصل، بس اهمها عندك تفتح باب البادي من هني، عندك الإنارة الجانبية من المرايات يمين أو شمال، عندك إنارة للحوض الخلفي، عندك التحكم بالإضاءة الخارجية طبعاً، عندك اللي تجدم وتبعد دواسة البنزين، عندك تحكم في إضاءة الداخلية العدادات توطي عليها وترفع عليها، سايد بريك أو البارك بريك إلكتروني، عندك السكان. السكان من الأشياء اللي أنا تهمني بالسيارة وايد، لأنه هو اكثر شيء انت قاعد طالعه وانت قاعد تسوق السياره، ما قاعد طالع الكشنات الخلفيه، ما قاعد طالع السقف، قاعد طالع السكان. السكان صار في جريب وايد حلو، البادل شيفترز وايد حلوين. انا ما ادري البادل شيفترز هذيل هم مصنوعين من المغنيزيوم نفس الجي تي 500 او لا، بس اعتقد ايه لانهم نفس الملمس ونفس الشكل تقريبا، بس ما عندي معلومه اكيده على هالشيء. السياره هذه طبعا حاطين لك طابع الرابتر هنا على السكان، وعندك التحكم كامل على اليسار اللي هو الرادار، الخروج من المسار، تثبيت السرعة، تقصر وتنزل على الصوت، طبعا هذه مالت المساحات والإشارات. هني على اليمين المودات اللي أنا أحبها، هني نفس الجي تي 500 عندك دقمة عشان تغير فيها السكان بالمود سواء النورمال أو الباها أو السبورت أو أيا كان، وعندك سسبنشن تقدر تغيره، وعندك الإكزوز أيضا تقدر تغيره، كلهم بالثلاث دقم اللي هني موجودين. هذه وايد حلوة. لو تلاحظون السكان في الستيتشنج البرتغالي او الاحمر، هذا انا بسميه احمر خلاص عشان لا قاعد اقول لكم كل شوي برتغالي او احمر، وماشي معاه اللاين اللي هني بالنص، وماشي معاه ايضا عند فتحه المكيف هني على اليسار وعلى اليمين مع البرش الالومنيوم. كواليتي السياره كلها من داخل جميل جدا. سماعات البانجز اند اولسن موجودين بكل مكان، واحده هني واحده هني بالبيبان، سندات الراس ايضا عندك، وعندك فوق وعندك ورا. ف سماعات البانجز اند اولسن معروفين من الساوند سيستم جدا جميله، صوت ونقاوه، وفي في يعني صافي، صوت صافي. انزين تي هني حق المنطقه الوسطيه، عندك مودات الدرايفنج، عندك تو ويل درايف، وعندك الفور ويل اوتو اذا كان مثلا مطر والشوارع يعني انت مو واثق فيها عدل، فيها زلق شويه ما تبي تمشي على التو ويل ولا تبي تشغل الدبل تحطها على الفور ويل اوتو، عندك الفور ويل هاي الدبل الخفيف والفور ويل لود دبل الثقيل. عندك بعد هني البريك مال التريلرينج مال القلص، تقدر تتحكم فيه تنقص عليه او تزيده. في شغله هني فوقها استغربت انها مو موجوده، هذا 37 برفورمانس باكج المفروض هذا الهايست سبيكس، يعني اعلى شيء، اعلى مواصفات فيه كل شيء، حتى بانوراميك سن روف كاهو موجود عندنا هني، بس مو حاطين لك الفراره اللي هني اللي هي مالت القلص لما تبي ترجع قري وتبي تقلص. انتم عارفين ان لما تلف السكان يمين اللي قاعد تقلصه راح يروح يسار، وبالعكس اذا لفيت السكان يسار الشيء اللي قاعد تقلصه راح يروح يمين. اللي هني حاطين لك اياه الفراره موجود في دول برا، موجود في الرابتر اللي في امريكا 37، التحكم فيه من هني بحيث انه ما ينعكس وياك الموضوع حق اللي يعني ما يعرف، او اسهل له حق القلص. هني مو موجوده وما ادري ليش مو موجوده، يعني امانه استغربت ان هذه المواصفات هذه يعني كمواصفات اساسيه بالسيارة مو شيء بسيط ومشيوله مو موجودة. الله أعلم، يمكن الوكيل عندنا هو يطلب
مواصفات اقل شوي من اللي برا ما ادري. عموما شيء من الاشياء اللي وايد حبيتها الشاشه اللي عليه، شاشته اللي قبل اسف يعني، بس كانت سيئه سيئه يعني، انا اسف حقكم علي بس والله سيئه كانت، ولا تقولوا مو سيئه لا سيئه. الشاشه اللي اليوم عليها هني 12 انش شاشه، الريسبونس مالها سريع بالتاتش واضحه، وفيها اللي هو نفس يسمونه تو ايمج، تقدر تقسم الشاشه نصين بحيث انك تخلي النافيجيشن شغال بروح ويمه على سبيل المثال تليفونك شابك بروح، فما تضطر انك تطلع من النافيجيشن عشان تدش على التليفون، لا التليفون موجود عندك وهذا موجود عندك كله بشاشه واحده. هني عندك الاوتو ستارت ستوب، عندك الكاميرات، عندك الباركينج ايد، عندك الفليشر، عندك تراكشن كنترول، عندك هني اتوقع يسمونه كروز حق الاوفرود، يعني تقدر تطقها وتمشى بالاوفرود بدل لا انت تتعب نفسك يعني. تحكم الصوتيات مع المكيف كله موجود هنا تحت، عندك هني منفذ 12 فولت والولاعه، وعندك اي سي 120 فولت بلاك او 400 واط ماكسيمم، نفس اللي موجود هذا ال 120 فولت بالحوض الخلفي موجود عندك ايضا، عشان اذا مثل ما وريتكم كنت تبي تشتغل تبي تقص تبي تسوي شيء تقدر تخلص امورك كلها. الجير من الاشياء اللي انا حبيتها بصراحه اكثر من الرام، الرام جيره فرار، هذا جيره يدوي ارضي، وبنفس الوقت عندك الخاصيه هذه اللي خلنا اشغلكم سياره. اوكي عندكم هذه الشغله اللي تنزل الجير. ليش تنزل الجير؟ شكله حلو كذي. لا هو مو شكله حلو، هذا عشان تبطل الدرج هذا العود وتحطه كذي، ويصير عندك هذه المساحه كامله تحط عليها اوراقك، عندك ملف، عندك شغل، عندك لابتوب تبي تشتغل، قزه هني يشحن تحط شغلك وتشتغل. لفته جميله جدا، حركه من الحركات اللي انشهرت فيها شركه فورد في الاف 150 سواء الرابتر او العادي. بعدين عندك هني الدرج، ما شاء الله درج وايد وايد عود للتخزين، وفيه يا طويل العمر يو اس بي العادي ويو اس بي سي. عندك ايضا هني قدام يو اس بي عادي ويو اس بي سي، وعندك الوايرلس تشارجنج مع الاندرويد اوتو مع الابل كاربلاي كله وايرلس. اخر شيء عندنا هني بالادراج، قامت شركه فورد وسوت نفس الرام دقمه هني، يصير عندك درج غير الدرج اللي موجود هني. كذي اتوقع انه خلصنا من قدام، بس نيجي حق فوق. عندك الاوكسلري سويتشز، هذه شغله وايد انا احبها بالرابتر، اي شيء تبي توصله على السياره حاطين لك ست اوكسلري سويتشز تقدر توصلهم دايركت عليه بدون ما تخرم او تركب لك بانل سويتشات او شيء. رقم واحد هو الوحيد اللي واصل هني مثل ما قلت لكم على كشافات الرجد اللي قدام، اثنين منهم واصلين مع الليتات، واثنين منهم الاوتو الاوفرود واصلين على اوكسلري سويتش رقم واحد. خلينا ننتقل ورا وخلنا اوريكم شنو فيه. من ورا عندنا الكشنات الخلفيه نفس الاماميه، بس عندك طبعا يرتفع المقعد عشان تقدر تخزن فيه اغراض، وايد حلو بصراحة يعني، المساحة وايد وايد كبيرة تقدر تحط فيها قلوص أو شاحن للبطارية أو أيا كان. طق هذه الدقمة ينزل. المساحة من ورا ممتازة ممتازة، ما عندك أي مشكلة يعني، لو بتقارنه بمنافسينا مساحة جدا حلوة. كشناتها من ورا شكلهم حلو، جلد بالكامل ومطرزين باللون الأحمر اللي قلنا عنه. ليتات LED، وعندك التكييف الخلفي، وعندك يا طويل العمر تدفئة الكشنات الخلفية مع منفذ ولاعة، منفذ 120 فولت مرة ثانية البلاك بثلاثة، وعندك المنافذ اليو اس بي العادي واليو اس بي سي، وهني عندك السنادة حلوة شوي صغيرة بس يعني لا بأس زينة ما فيها شيء، معاها حامل أكواب. كذي نكون خلصنا السيارة من الداخل، بس شيء واحد اللي نسيت اقول لكم اياه والحين تذكرته، ان الكشنات الاماميه فيهم تدفئه وتبريد، والسكان فيه تدفئه، والوراء فيهم تدفئه، يعني عندك كله فيه تدفئه ما عدا الكشنين الاماميين، بالاضافه الى التدفئه فيهم تبريد. الحين خلونا نطلع فيه تست درايف خفيف بسيط وندوس له كم دوسه، وسياره جديده للحين ما تلينت يعني، والله يعطيه العافيه صاحبها والله يبارك له، جاب لنا اياها عشان نصور لكم تغطيه ونقدم لكم هذا المحتوى، فما راح نجربها اوف رود، هي سياره اوف رود ندري احنا، بس اعطونا شويه مجال خلي السياره تلين، ووعد منا لكم راح نجربها بالاوف رود،
ونضبط لكم الفيديو أفرودي كامل، بس الحين راح نجربها كتمشي وكتسارع وندش فيها برع الخفيف شوية ونعطيكم رأينا بالنهاية. هني مثل ما قلنا لكم شاشة الفورد الـ F-150 الجديد اللي ويانا اليوم 12 إنش، ريسبونس فيها سريع جدا وسهلة ما يبي لها شيء، وهذه مثل ما قلت لكم التو إيمج اللي صايرة فيها، بحيث أن أنا أقدر أخلي على سبيل المثال هني النافيجيشن، وأخلي هني مثلا الصوتيات اللي أنا شابك عليها، أو أقدر أغيرها بعد، أقدر أغيرها السيارة، كاميرا، لوح الصندوق، الإضاءة داخلية، استهلاك الوقود، الرحلات، الأمور كلها أقدر أخلي الهاتف مثلا، الإعدادات عندك كل شيء فيها، لائحة الهاتف، الملاحة، الساعة، عام ملفات شخصية تقدر تسوي، المركبة نفسها من إعداداتها. بعدين عندك فوق الدقم هذه الأوتو ستارت ستوب، إذا وقفت تطفي بروحها أو تشيل ريلك على البريك تشتغل مرة ثانية. الكاميرات طبعا مثل ما ذكرت لكم فيها كاميرات 360 كاملة من الأمام والجوانب والخلف، تعطيك رؤية كاملة على السيارة. عندنا هني نقدر نختار هذه الـ 360 أو نقدر نختار الكاميرا الأمامية أو نقدر نختار ثلاثية الجوانب ثنتين مع الأمامية. وهني عندنا كاميرا الحوض، عندنا كاميرا الهيتش مالت القلص، إذا كنت مركب قلص راح يبين ياك من هني، وعندك الكاميرا الخلفية بالكامل. كاميرات ما شاء الله يعني ما تحتاج تطالع برا، إذا عندك مكان ضيج أو أنت بأفرود أو مكان مصفط ضيج تبي تصفط فيه أو أيًا كان، هني الفلاشر تراكشن كنترول، وعندك هني تم تفعيل نمط الطرق المعبدة. هني إذا خليته على الفور هاي أو الفور لو دوسة واحدة خلاص هو يضبط لك الأمور ويمشي على الخفيف في المناطق الأفرود. العداد مثل ما أنتم شايفين تغير بالكامل بالجيل الجديد، صار شاشة كاملة، أنا أشوفه جدا جدا جميل بصراحة. في ناس تفضل الأنالوج للحين، تفضل عداد الشكل القديم الإبرة، بس أنا أشوف هذا الشكل متطور، وايد متطور. في عندك الجيجات حاطين لك إياهم، البنزين، درجة حارة الماكينة، ضغط الزيت، وعندك طبعا إذا تحكمت من هني بأي شيء مثل ما وريتكم قبل شوي يطلع لك الاختيار اللي أنت تبيه، أو إذا غيرت المودات هم تطلع لك كلها بالشاشة. فكذي نكون خلصنا الداخلية عندكم، خلنا نطلع فيه تست درايف خلنا نشوف قيادته شلون أون رود أوف رود على الخفيف، نشوف درجة العزل اللي فيه، نشوف عزمه، ونعطيكم رأينا بالأخير. مثل ما شفتوا بلقطة التسارع ما شاء الله عزم وايد حلو، الوانيت الرابتر الـ F-150 الجديد 450 حصان من ماكينة 6 سلندر توين تيربو، عزمه 510، العزم موجود واتوقع لاحظتوا انتوا حتى على تواير الـ 37 ما شاء الله من الصفر هم شفط شوية. كنت حاطه على النمط الرياضي عشان ابي اشوف بعد مو بس دوسته، ابي اشوف تباديله على النمط الرياضي. سمعنا ان العشرة غيار بالنمط الرياضي بالسبورت مود التباديل شوي فيها خشونه، وبصراحه لاحظتها اي شوي فيها خشونه بالتباديل اذا حطيتها على السبورت مود، بس كعزم ما شاء الله ولا اروع. الحين حاطها على النمط العادي اللي هو نورمال مود وقاعد اتمشى فيه، ما في اي درون من الاكزوز، صوته مو عالي، إذا ضغطت له تسمع صوت الإكزوز حلو. نسبة أو نسبة العزل بالسيارة حلوة، الرام شوي للأمانة أهدى منه بالعزل شوي أفضل، بس عزله حلو جميل. نعومته بالقيادة وايد ناعم، أنعم من اللي قبله، وهذا يجيبنا حق الموضوع اللي أنا ما تكلمت فيه بس خاش لكم إياه حق التست درايف. الفورد رابتر الـ F-150 الجديد اللي ويانا اليوم أول مرة شركة فورد
تلغي الريش الخلفيه وتخليه سبرينج نفس الرابتر. وهذه انا بصراحه برافو عليك يا شركه فورد. هذه مو بس اعطتك نعومه زياده بالوانيت، اعطتك ايضا ترافل زياده. الحين بالرابتر 37 اللي ويانا، الترافل الامامي من الامام عندك 13 انش، ومن ورا لما لغوا الريش وخلوها سبرينج كويل اوفر صار عندك الترافل اللي هو الفايف لينك سسبنشن يسمونه، صار ورا صار عندك الترافل 14 انش، فقدام 13 انش من الترافل وورا 14 انش، وصار انعم واثبت واهدى. بس ضحيت شويه بسالفه القلص، القلص صار شوي اقل كسعه، يعني سعه قلص او قوه قلص صار اخف من الجيل اللي قبله او حتى الاف 150 اللي هو فيه ريش من ورا مو سبرينج. بس بصراحة يعني اللي ياخذ هالوانيت هذا الرابتر ما ياخذ حق قلص عامة. الموتر هذا موتر بر وطردي، تمشي 120 140 160 بالبر امورك طيبة، خصوصا على السسبنشن اللي عليه 2.5 من شركة فوكس، اللي يسمونه اعتقد لايف شوك او لايف اكتيف شوك سسبنشن، مرتبط مع كمبيوتر السيارة بحيث انه يحافظ لك على كل معاون شلون يتصرف مع كل حفرة يمر عليها وكل التضاريس اللي انت تمشي عليها بالاون رود او اوف رود. ايضا المعاونات اللي عليها فيها اكسترنال ريزرفوار، هذا يخلي المعاونات دائما باردة، يبرد على المعاون، عشان اذا احتر المعاون البستن اللي داخل المعاون ما راح يعطيك الاداء اللي انت تبيه. فالاكسترنال ريزرفوار يساعد على هذا الموضوع، يبرد لك اياه، يحفظ الحراره برا، يخلي المعاون بارد فيعطيك الاداء الامثل. غير هذه الشغله، هذه اهم ميزه سوتها فورد بالاف 150 الرابتر الجديد 2021. سعر السياره بصراحه انا اشوفه حتى لو فيها وايد من هالمواصفات لكن مبالغ فيه. سعر السيارة عندنا بالكويت إذا حصلتها بالوكالة سعره 31,000 دينار كويتي. تسألوني إذا يسوى ولا ما يسوى؟ يسوى على المواصفات اللي فيه، بس مو لدرجة 31,000 دينار. إذا دشيت أنت بالثلاثين 31,000 دينار أنت قاعد تتكلم على منافس جدا قوي اللي هو الرام تي آر إكس. الرام تي ار اكس تقريبا سعره نفس الشيء 31 32 تقريبا، لكن يختلف فيه بعض الامور. بس ككل هم يعتبر رام تي ار اكس من الوانيتات اللي هم حق الباها والطردي بالبر. بس يختلف طبعا، هذاك 8 سلندر في وايد ناس يحبونه، والسبب انه 8 سلندر حافظوا على الماكينه الجباره، عليها سوبر تشارج تولد 700 وحصانين مو 450 حصان، ففي فرق عندك تقريبا 250 حصان، مو فرق بسيط. فيعتمد انت شنو تبي. بكل حيادية انا اشوف انه لو بقط هالمبلغ 31,000 دينار راح اقطع على رام تي ار اكس، ما راح اقطع على رابتر. مو معناته ان الرابتر ما يسوى، يسوى، بس مبالغ فيه بسعره شوية. لو نبي نتكلم عن الجيل هذا والجيل اللي قبله من الرابتر الجن 2 او هذا الجن 3، لا ما راح اشتري الجن 2 بصراحه. الجن 3 وايد احلى من داخل، سالفه السبرنجات الخلفيه هذه وايد مهمه بالنسبه لي. فقراري بالنهايه اشوف ان السياره حلوه لكن ما تسوى ال 31,000 بكل صراحه، يعني سعرها اغلى من الشلبي جي تي 500 اللي قلت لكم الاسبوع اللي طاف سوينا عليه ريفيو. لكم حرية الاختيار، اعطونا رايكم، تشوفونه يسوى ولا ما يسوى هالسعر، وانتظرونا في حلقات الجاية ان شاء الله. الاسبوع الجاي يمكن هم يكون فورد ثاني، يمكن ما يكون فورد. خلنا اعطيكم كم لقطة الحين بالافرود واحنا ندش فيه بالبر، وننهي الحلقة على كذي. قواكم الله، اشوفكم الاسبوع الجاي.